زوجة الأستاذ وليد ممدوح المجني عليه في قضية في منطقة إمبابة، واللي راح غدر على يد شقيق مأذون في تحديدا في منطقة مدينة السلام بالقرب من القومية إمبابة. احنا تفاصيل الواقعة اللي حصلت هنعرفها من زوجته، واللي طبعا في بداية كلامها بتطالب بالقصاص العادل من المتهم. برحب بيك على جريدة أهل مصر. عايزة أعرف الواقعة حصلت يوم إيه والساعة كام وإيه التفاصيل؟ اتفضل. حصلت يوم السبت بالليل. والد نزل عادي، صحي من النوم ونزل عادي يروح يشوف شغله. نزل عادي يروح يشوف شغله. بعدها بكام ساعة بالظبط، حوالي ساعتين تلاتة، سمعت زي صوت دوشة تحت. طلعت بص من البلكونة أنا وعياله عادي. هو أستاذ والد شغال فين؟ صاحب السوبر ماركت. السوبر ماركت تحت البيت. تحت البيت. طلعت اجري انا وبناتهم بص من فوق في ايه، قلت خناقه عاديه. ببص لقيت ناس عماله تضرب في وليد بالمطاوي، اهو المأذون وقرايبه في الشارع. في الشارع. الشارع كله ملموم، الشارع كله ملموم، ما فيش حد قادر يقرب عشان هو راجل بلطجي بتاع مشاكل، راجل سوابق. كان مهدد جوزي قبل كده، كان عامل خناقة كبيرة قوي في الشارع والحكومة عارفة بيها، لان وقتها جت اخدتهم. ايه الخناقة اللي كان عاملها في الشارع؟ كان خناقة بإزاز، اتخانق مع حد من في ناس هنا بعدينا، اتخانق معاهم فكسر الشارع كله إزاز. كان عايز ياخد إزاز من عند جوزي من السوبر ماركت. وليد رفض. قال له ماشي دورك جاي. يعني هو كان بيحدده. حدده في الشارع. قال له ماشي دورك جاي. طبعا جوزي ما اهتمش للموضوع، قال لك ده ممكن يكون وقت ما هو متعصب وان هو في خناقه وعايز وكده، وما حدش اهتم طبعا. بس لو نزلوا وعملوا تحريات هيعرفوا كل حاجه. هو عدت جوزي، الشارع كله كان ملموم، ما حدش كان قادر يقرب لان هو اصلا راجل بلطجي. يعني دي مش اول مشكله ليه في الشارع ده؟ ده دايما كل كام يوم، كل كام شهر، كل شويه بنبص من فوق نلاقيه بيتخانق مع حد، بيتخانق مع طوب الارض. هو شغله قصاد المحل بتاعه، قصاد المحل بتاع السوبر ماركت على طول. هو قاعد اصلا قدام المحل ولا بيعمل حاجه 24 ساعه، حاطط الكرسي بالليل يجيب الناس المسجله اللي ماشي معاها ويقعدوا بقى يعملوا حاجات ويشربوا حاجات. هو بيشربوا يعني مخدرات قدام المحل؟ هو الراجل هو شايف نفسه ان هو محدش قده وهو بلطجي، عشان كده لما اتلموا على جوزي اصلا كانت متدبره. لما جم واخدوا جوزي غدر هما كانوا مدبرينها. ازاي بقى؟ كانوا مدبرينها. هو هدده وقال له دورك جاي. انا جوزي في غمضه عين يقف معايا، يجي واحد نازل من التوك توك يجري يغزه بالمطوه في ظهره وهو في وشه، يعني اتخذوا غدر قدام. عمرها ما تكون خناقه عاديه، لان لو خناقه عاديه عمرها يعني ما توصل لخمس طعنات. يعني ده نقول ان هو متعمد، متفق ومخطط لان قريبه نزل من التوك توك جري بيضرب. يعني هو مديله خبر انت هتيجي تعمل واحد اتنين تلاتة. مفيش حد حاشى عن وليد خالص؟ حدش قدر يقرب، كله خايفين منه، هو راجل بلطجي. يعني مجرد ما جوزي رفض بس يديله الازاز قال له دورك جاي وحطه في دماغه ومرضيش يسيبه. ده حتى العيلين اللي جم يحوشوا عن جوزي، واحد الاتنين يجوا حوالي 15 16 سنة، واحد فيهم اخد 36 غرزة ضرب منه، والتاني اخد 10 غرز، ودول الاتنين اللي راحوا يحوشوا عن جوزي. محدش من الشارع تاني قدر يقرب. الشارع ده كان مسدود من الناس. انا نزلت اجري عليه لقيته واقع وسايح في دمه. كان لسه في الروح؟ نقلته على المستشفى؟ كان لسه في الروح. اخد عياله في حضنه وقال لهم ما تخافوش، دي اخر حاجه وليد قالها لنا، دي اخر حاجه وليد طمنا بيها. اتنقل على المستشفى على طول. اتنقل على المستشفى على طول. بعدها بكام ساعه سمعنا الخبر على طول هو
طب المتهمين ربنا يصبرك طبعا، يعني المتهمين هربوا في نفس الوقت؟ انقبض عليهم بعد ما عرفنا بوفاة وليد بحوالي ربع ساعة، عرفنا ان هم هربوا، الحكومة ان هم هربوا سابوا المنطقة. اتقبض عليهم بعدها على طول؟ اللي انا سمعته ان هو اتقبض على 2 وواحد لسه، في واحد هربان؟ في واحد هربان. احنا بنطالب الاجهزة الامنية طبعا بالقبض على المتهم الهارب، اللي هو يعني يعتبر المتهمين كانوا 3 منهم 2 اتقبض عليهم ولسه في واحد حتى الان ما اتقبضش عليه. طب كلميني عن استاذ وليد، هو يعني عنده كم ولد؟ مع بنتين، واحده 5 سنين والتانيه 2.5 سنين. بيسالوك اكيد، يقول لك بابا فين؟ كل شويه يرني على بابا، احنا عايزين نكلمه، كل شويه يدخلوا يبصوا في الاوضه يقولوا هو نايم، كل شوية طب هو فين ما جاش ليه. بنته الكبيرة بتسألني اليوم اللي انا رجعت فيه من المستشفى، هي شافت كل حاجة عشان هي فاهمة، عندها 5 سنين فاهمة. رجعت تقول لي بابا كويس يا ماما، بابا كويس يا ماما، ما عرفتش ارد اقول لها ايه. والصغيرة كل شوية رني على بابا، رني على بابا، طب بابا ما جاش ليه، بابا اتأخر ليه. هو ما كانش استاذ وليد ما كانش بيحكي معاكي اللي كان بيحصل معاه في الشارع من المتهم ده؟ اي مشاكل مع وليد ما بيرضاش يعرفاني عشان ما يقلقنيش طول الوقت. لا تعرفي ليه وتتعبي نفسك، خلي بالك من العيال، لكن ما تعرفيش حاجه وتقلقي نفسك عشان ما يخلينيش اخاف. طب الناس ما كانتش يعني الناس ما كانتش بتبلغ مثلا الشرطه ان في بلطجي في المنطقه يعني رايح اللي رايح واللي جاي بيرازي فيه بيتخانق مع الناس؟ هو اصلا حتى العيال بتاعت السوبر ماركت كانت ما بتقعدش 14 ايام وبتمشي بسبب المتهم بيرازي فيه، بيرازي فيه، بيرازي فيهم كل اسبوع و10 ايام وليد بيروح مغير حد، جايب حد، لان دول بيمشي يجيب حد تاني. ممكنش سايب حد في حاله؟ لا. حصل تواصل ما بينك وما بين أسرة المتهم؟ اتكلموا معاك قالوا لكم أي حاجة؟ لا. طب لنا يا أستاذة أنت حضرتك بتطالبي بإيه؟ أنا بطالب بحق والدي يرجع. أنا بناشد الرئيس السيسي، بناشد الرئيس السيسي وبقول له حق جوزي في رقبتك، بناشد النائب العام وبقول له حق وليد في رقبتكم، جوزي اتاخد غدر من واحد بلطجي محدش قادر عليه في الشارع، جوزي كان مدبر موته، كان مدبر المتهم كان مدبر، كان مدبر لجوزي، كان مدبر لجوزي كل حاجه. جوزي اتاخد غدر، جوزي اتاخد غدر، عمرها ما تكون خناقه عاديه، يديله 5 طحنات في جسمه، 5 طحنات موته. مفيش خناقة عادية فيها 5 طعنات، يعني لو مشاجرة ما بين 2 بيضربوا ضربة والناس بتسلك او بيطلع يجري، لكن 5 طعنات ده كله ما كفهمش، ده كله عايزين يدخلوا يكسروا السوبر ماركت، عايزين يدخلوا يكسروا السوبر ماركت بعد ما اعتدوا على استاذ وليد. عايزين اخوي هدد جوزي من بره ويقول له عايز نجيب الازاز ونكسر هنكسر، ده اخو المتهم، اخو المتهم، هنكسر يا وليد لو عايز نجيب هنجيب، اللي هو المأذون. وماسكين له جنزير واقفين يشوحوا بيه قدام السوبر ماركت، والكاميرات جايبه كل حاجه بالتفاصيل. الكاميرات عند الحكومه وجايبه كل حاجه بالتفاصيل. طبعا الكاميرات موجوده في التحقيقات في النيابه العامه، بيتم تفريغها للوقوف على ملابسات القضيه. انا بطالب بحق جوزي، انا بطالب بحق جوزي اللي يتيموا بناته بدري، بتاه ربنا يصبرك، بناشد بحق جوزي اللي اتاخد غدر. انا جوزي عمره ما كان وحش مع حد، والشارع كله يعرف مين وليد، يعرف مين وليد، ما عملش ربع مشكله مع حد، ما عملش ربع مشكله مع حد، كل الناس كانت بتحبه، كل الناس كانت بتحب وليد، عمره ما عمل مشكله مع حد، ما كانش في حد بيحتاجه ما بيلاقيش وليد واقف في ظهره وسنده.
مفيش حد بيحتاج وليد ما يلاقوش واقف في ظهره وبيسانده. ربنا يصبرك، ربنا يرحمه ويغفر له. احنا بنضم صوتنا لصوتك وبنطالب النائب العام، بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بحق المجنى عليه استاذ وليد ممدوح صاحب سوبر ماركت اتاخد غدر، اتقتل غدر على يد ثلاث بلطجيه في الشارع قدام الناس كلها، الكاميرات المراقبه مصوره الواقعه بالتفاصيل. اتقبض، تم القبض على 2 من المتهمين، ولسه مازال في متهم ثالث هارب على حسب كلام زوجة المجنى عليه. احنا بنطالب الاجهزه الامنيه بالقبض على المتهم الهارب، وبنطالب بالقصاص العادل لحق المجنى عليه.